بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي ليله في ختام هذا الاسبوع، بالتاكيد اطلاله بشكل عام على مدار هذا الاسبوع في الكره المصريه، في النادي الاهلي، في اتحاد كره القدم. انجازات عديده تحققت في العاب اخرى، لكن في نفس الوقت في تشكيلات واعاده هيكله في كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة. لذلك بيشرفني في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ محمد صادق، مدير تحرير أخبار الرياضة. أستاذ محمد أهلا بيك، منور الدنيا. أهلا وسهلا بيك، مساء الخير وضرورك والنور جماهير الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا في ختام الأسبوع النهاردة الخميس بنختم أسبوع كامل كمالي بالكواليس والأحداث الرياضية، لكن بداية متابعتك بما أن حضرتك طبعا بتغطي اتحاد الكورة منذ سنوات طويلة، الشأن داخل اتحاد الكورة، التعديلات اللي طرأت، تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة لإعادة الهيكلة وإدارة الكورة خلال الفترة القادمة قبل أو لحين يعني انتهاء أولمبياد طوكيو في شهر 7/2020 العام القادم. خلينا نتفق أولا على حاجة مهمة جدا، أن الدولة ممثلة طبعا في رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمام كبير جدا للرياضة في الفترة الحالية والفترة اللي هي من سنتين أو ثلاثة، اهتمام كبير جدا للرياضة سواء ألعاب فردية أو جماعية أو كرة القدم. في الفترة الأخيرة المشهد بتاع كرة القدم ما كانش هو المشهد المنتظر. احنا بننظم بطولة أفريقيا، الدولة هي اللي نظمتها وليس اتحاد الكرة خالص وليس رجالات اتحاد الكرة. الدولة بذلت جهود كبيرة جدا جدا عشان العرس الأفريقي اللي احنا كنا عايشينه، كانت بتعمل كل حاجة عشان خاطر الأمور تمشي كويسة، بتسند هنا وهنا 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 وتعمل إنجازات، تعمل ملاعب، بيصلح منظومة، كل الحاجات دي كلها. لكن المردود الفعلي للمنتخب كان القشة التي قصبت ظهر البعير زي ما بيقولوا، حطت سلطت الضوء على السلبيات الرهيبة جدا اللي هي تعوق أي تقدم في الرياضة. النهاردة احنا بنفرح بمنتخب اليد لكرة نادي الناشئين للشباب لكذا، رئيس الجمهورية يمنحهم الأوسمة، الحاجات دي معناها ان الدولة مهتمة بالرياضة. أكيد الاهتمام بالرياضه ليس اهتماما شكليا على اساس ان الرياضه دي عصب الحياه والمجتمع والشباب والحاجات دي كلها، لا ده جزء مهم نعم وكل حاجه، لكن بقت استثمار واقتصاد وعمليه اقتصاديه كبيره جدا. صناعه جزء من اقتصاد دول، اقتصاد دوله ممكن جدا تبقى جزء مهم جدا من اقتصاد دوله. بالفعل فشيء طبيعي الدوله النهارده وهي بتبني اقتصادها عايزه تبني، ما تسيبش حتت من الممكن انها تستفيد منها في تنميه اقتصادها، وانه يقف على ارض صلبه، وان يبقى في مردود مادي كبير جدا جدا بيهدر اما في اوجه فساد او في اوجه صرف غير مظبوطه وفي سمسره وعمولات وكذا وكذا، او تخطيط مش جيد مثلا من القائمين مش جيد أو اهدار للموارد او لاعبين او اي اموال اخرى او انديه او كلام من ده كله. فلا بد كان ان يبقى في نوع من انواع السيطره على هذا الموضوع بدون تدخل. تمام، كان تحل اتحاد، كان اقاله او استقاله او اي حاجه تسميها زي ما حضرتك عايز الاتحاد الكره السابق وانتهى الامر. كنا قدام امر من اتنين، اما ان المدير التنفيذي يخش ويقعد 3 شهور ويدعو لعمل انتخابات ويجي يخشوا ناس برضه من اللي هم مربطين من السنه من الدوره اللي فاتت، دوره على مدار 20 سنه الاخر، وينجحوا تاني ويقعدناش حاجه. واما ان يبقى في لجنه مؤقته تدير اتحاد كره القدم لمده سنه وبعدين يترتب المشهد عشان خاطر يجي الناس اللي هم يقدروا يخططوا الكره المصريه ل4 سنين اللي جايه، مش مجرد 6 شهور ولا 8 شهور ولا الكلام من ده. وكان راي الدوله اللي هو بيقوم على الاستقرار مش العشوائية انه لابد يبقى فيه لجنة، وسعت الامور كلها الى هذا الفيبا، انه الفيبا احنا عايزين نعمل نظام صح وعايزين نبدأ صح وعايزين نعمل تخطيط صح. احنا عندنا مدير تنفيذي وفوق الدماغ طبق اللوائح الفيبا مش اي مشكلة، ولكن احنا عايزين لجنة مؤقتة عشان تدير الفترة الصغيرة دي. مش معقولة كل شوية نعمل انتخابات ونعمل جميع عمومية عادية وغير عادية وكذا 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 وكذا. الفيبا لقي ان الكلام اللي جاي من الدولة المصرية كلام عملي مظبوط وكلام واقعي، وهو ده، وتأكد من خلال اللجنة اللي هي بعتها عشان خاطر تشوف وتقعد مع الناس وتسمع وجهة نظرهم، ليه ان وجهة النظر دي بتسير في المنظوم الصحيح اللي هو المنطوق الصحيح. فكانت اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها.
تمام. بنود العمل او خارطه الطريق اللي هيشتغلوا عليها اتقال بالظبط 4-5 بنود، منهم بند متعلق بالشؤون اليوميه لو اداره المسابقات، اداره العمل بشكل عام المؤسسي داخل اتحاد الكوره بلجانه لحين موعد اولمبياد طوكيو ثم اجراء الانتخابات، لكن باقي البنود متعلقه بالهيكله أيوة. وبتعديل شكل اللائحه النظام الاساسي بما يتوافق طبعا مع لائحه الاتحاد الدولي فيفا طبعا. واجراء انتخابات، وهم اللي هيشرفوا على العمل الانتخابي وعلى الشخصيات اللي هتترشح والاوراق المتقدمه بالنسبه لهم للانتخابات. تمام. احنا بس عشان خاطر نبقى دقيقين شويه، ما نقولش ان اللجنه دي هي اللي هتصلح حال الكره المصريه ونقعد سواء اللي بيؤيد وسواء اللي بيهاجم والكلام من ده، دي لجنه تسيير اعمال زي حضرتك ما انت بتتوصف الحاجات دي كلها. هي لجنه تسيير اعمال، بمعنى صح عندنا موسم كره هيبدا محتاج تشكيل لجان شؤون اللاعبين، لجان كذا. الاعمال اليوميه بتاعت اتحاد الكره لازم حد يسيرها بدون اي مشاكل، دي نمره واحد. بالزبط. لكن اهم عنصر في اهم عنصرين في الموضوع كله حاجتين اتنين، اللي هو لائحه النظام الاساسي، ودي طبعا مش هنقدر نقول ان اللجنه دي هي اللي هتعمل لائحه النظام الاساسي، لا قولا واحدا، لان هم مع يعني احترامنا ليهم وكل حاجه مش مفهومش الخبرات القانونيه والكذا وكذا والاداريه والرياضيه اللي تحط لوائح او تعدل في البنود او بما يتعلق. لا، في لجنه هتبقى تحط اللائحه وتعمل تعديل اللائحه. يعني وجهه نظر حضرتك او معلومه ان في لجنه منبثقه هتتشكل؟ لازم مفيش حاجه اسمها يعني مع احترامنا ليهم كلهم هم الخمسه. مع احترامنا الخمسه ما عندهمش يعني خبرات كافيه باللوائح والكلام، حتى لو جابوا لائحه الفيفا نفسها وحبوا، لابد انت في انت عندك حاجه لائحه تتلائم مع الانديه المصريه ومع الوضع المصري ومع المسابقات ومع الحاجات دي كلها، فشيء طبيعي لابد ان تكون هناك لجنه اخرى بتعمل في يعني اعداد هذه اللائحه او اعداد النقاط اللي عايزين نعمل كده. هي وجهه نظر حضرتك يا استاذ محمد ولا معلومه؟ لا طبعا انا وجهه نظري. البيان اللي صدر من الفيفا اداهم الصلاحيات ان هم يعملوا ده. طبعا هو يعني هو في الصلاحيات هم اللي يقروا مراجعه، يعني صلاحيات اللي اعلنها الفيفا بشكل مباشر مراجعه لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكوره واللوائح الاخرى عند الضروره. تمام. لضمان توافقها مع لائحه الفيفا للنظام الاساسي ومتطلباتها ولضمان تبينها من الجمعيه العموميه خلال الفتره القادمه. ده كلام مظبوط، مفيش مشكله. فمعنى كده ان هم الفيفا لازم يقول كده. ما هو لازم يقول كده، مش هيقول ان على الدوله المصريه انها تضع لوائح للجنه المؤقته، مش ممكن تقول كده ابدا باي حال من الاحوال. لكن بس اللجنه تستعين بمن تراه من خبراء في اللوائح وخبراء في اعداد اللوائح ويشوف اللائحه المصريه تنقصها. ده شيء صحيح. هو احنا النهارده لما جينا 2006 ما كانش 2005 ما كانش عندنا لائحه نظام اساسي اصلا لاتحاد كره القدم، وجه كابتن عصام عبد المنعم والمجلس المؤقت، كان مجلس مؤقت كله لمده سنه، وعمل لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكوره وبعتها واقرها من الفيفا. كانت كل مهامه ان امرين اتنين، اصلاح الوضع في المنتخب مصر، وشال طرديلي وجاب حسن شحاته، دي رقم واحد. رقم اثنين عمل لائحه النظام الاساسي او اعداد لائحه النظام الاساسي والحصول على موافقه الفيفا بعد مراجعتها بالفيفا وكده. النهارده بعد كام سنه نقدر نقول بعد 14 سنه الاوضاع اتغيرت، لازم اللائحه بتتغير وفي حاجات كتيره جدا بالفيفا في لائحه الفيفا نفسها تمت ادخالها، فلازم تتوافق هذه اللائحه مع لائحه الفيفا، دي نمره واحد. طيب. رقم اثنين محدش يقول لي بقى ده مهمته المدرب والكلام القصص دي، المدرب ده من تسيير الاعمال على فكره، مش يعني عايز اقول مش هو القضيه الاساسيه. تقنية يعني توفير العداله للمسابقات المصريه، هم قالوا كده. تقنيه الفار، دراسه تقنيه الفار والحاجات دي كلها مهمه جدا. تمام، كويس قوي. امبارح النقطه دي مهمه جدا. امبارح كنت بتكلم في الجزئيه دي يا استاذ محمد، اسف للمقاطعه عشان هنبني عليها حوار مهم جدا. بالظبط. انت عارف الفتره الاخيره الناس ابتدت يعني في بعض الشخصيات يقول لك ايه الموضوع اصل اهلي وزمالك، وبالعكس احنا هنا بالعكس ما قلناش كده خالص، ده بالعكس احنا قلنا احنا في ظهر كل الناس، وممكن نحط معايير للفتره القادمه عشان يبقى في معادله للجميع عشان يقدر يشتغل عليها، وقلنا المعادله دي او المعايير دي لو اتطبقت هيبقى الشغل ممتاز جدا وهيبقى في شغل حيادي جدا للفتره اللي جايه، وقلنا ساعتها
تفعيل دور رابطه الانديه او رابطه الانديه المختلفه. أيوة. الفيديو، تطوير منظومة المسابقات، تطوير منظومة الحكام، عدم تأجيل أي مباراة لأي فريق لأي سبب كان، واحترام جدول الدوري والكلام ده كله. قلنا المعايير دي لو اتطبقت الفترة الجاية هتبقى كويسة جدا، والموضوع مش مين تبع الأهلي أو مين تبع الزمالك، لا القصة مش كده. كلام حضرتك اللي بتقوله ده دلوقتي نفس المعايير اللي كنا بنقولها امبارح والنهارده في أول اجتماع بالفعل اتقال فيها جزئيات مهمة من دي. هو ده الجزء المهم جدا في العمل الخاص بما يتعلق بالشؤون اليومية. الشؤون اليومية لكرة القدم، بمعنى أصح تقنيد الفيديو أصبحت ما أصبحتش رفاهية وما أصبحتش حاجة ممكن نأجلها للدور الثاني ولا نعمل كذا، أصبحت أمر واجب إن هو يبدأ على الفور. ما تقوليش تكاليف مادية، ما تقوليش كذا، لا أنت عندك ماديات، عندك شركات، عندك رعاة، عندك أموال داخل اتحاد كرة القدم، عندك أموال داخلة لك من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي وفي من البث الفضائي وفي توثيق العقود، في بث فضائي كل في كل حاجة عندك. ما تقولش ليش بقى لا احنا ما عندناش، احنا عايزين تدريب. لا ده الدول اللي بتطبق تقنية الفيديو دورة لمدة 15 20 يوم بيضربوا حكامهم كلهم على الطبيعة والأجهزة بتيجي وبيجي وفد من الفيفا بيساعد في الأمر ده وبيجوا بتيجي وفود وبتيجي كمنح، مش كمان مش مجرد يعني مش هتتحمل اعباء التدريب يعني انت بتيجي منح اصلا من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الافريقي اذا اقتضى الامر. وملاعبك جاهزه كده. وملاعبك جاهزه وكل ما في الامر الاجهزه نفسها بتاعه تقنيه الفيديو. هتتعاقد مع شركه وتجيبها وتبقى معاك، فانت عندك فلوس هتقدر تتعاقد تجيب تعمل دورات تدريبيه تعمل الحاجات دي كلها. انت عندك باقي على انطلاق الدوري شهر تقريبا بالزبط. تقدر لو انت في يعني النيه خالصه انك تعمل النظام هتقدر تعمله حتى ولو عدى اسبوع او اسبوعين من الدوري مش مشكله ان بعد كده تقدر تطبق التقنيه بالكامل. فده جزء مهم جدا جدا من القصه كلها. نيجي للنقطه الثالثه اللي هو الناس مشغوله بيها، الناس مشغوله بيها وترى ان اللجنه هي اللي هتحط القول الفصل في قصه المدرب الوطني. دولة خلاص دولة متجهة إلى أن المدرب الوطني هو الأفضل وهو اللي كده، وهو برضو ونوع من أنواع توفير العملة الصعبة برضو والقصص دي كلها. لا وعندك كفاءات وكوادر كمان تمام والدوافع إنجازات اليد يا أستاذ محمد فعلا كلها مدربين كلها وطنيين. مدربين مصريين يعني أنت بتعمل كوادر بتوفر أموال باهظة بتصرف بتعمل حاجات كتيرة جدا جدا بتعمل نوع من أنواع الانتماء مدرب وطني لاعب وطني كل الدنيا يبقى في حماس في الملعب فكده. فالمدرب الوطني يعني اللجنه مع احترامنا الشديد ليها مش هتيجي النهارده تقول لنا مين المدرب الوطني، احنا قاعدين اكتر من شهر عمالين هرسين سواء اعلام سواء السوشيال ميديا سواء كله عمال يقول لك لا ناخد حسن شحاته لا حسام بدري لا حسام حسن لا ايهاب جلال لا مش عارف ايه الكلام ده كله. بالتاكيد هناك استقرار على شخصيه ما، واللجنه المؤقتة خلال 24 ساعة 48 ساعة 72 ساعة هتعلن الاسم وهتعلن الجهاز الفني المعاون ليه، لأنه الموضوع ده اتهرس بمعنى أصح. فأصبح مش منتظرين اللجنة عشان خاطر تجيب فلان أو تجيب علان. عندك معلومة عن المدير الفني المنتخب ولا لسه الأمر مش بنسبة 100%؟ والله بنسبة يعني تقدر تقول المتأرجح جدا ما بين حسام البدري وما بين الكابتن حسن شحاتة. طيب. لان هم بيفضلوا دلوقتي في الوقت الحالي ان حد يلم يكون عنده خبرات عشان خاطر السن عامل السن. هقول لحضرتك ان الاثنين منافسين اخرين الاثنين اللي هو ايهاب جلال وحسام حسن صغر السن وعدم الخبره الكافيه بتدريب المنتخبات بتخليهم ان هم ايه يعني بعيدين عن الصوره شويه. وان كنت اعتقد انا شخصيا انه ممكن جدا يكون حسام بدري مدير فني والكابتن حسن شحاته يبقى ليه اشراف فني في بعض الحاجات اللي ممكن داخل كمدير فني للاتحاد ممكن من الممكن دي معلوماتك من الممكن طبعا لانه برضو قصه التوازنات موجوده برضو مهما كنا لازم يبقى في توازنات بقى ويقول لك لا الكابتن حسن لازم يستفيد من خبرات الكابتن حسام كابتن حسن وكابتن حسام شخصيته التدريبيه وخبراته فممكن لان انت في المجال انت بتدور على مدرب وطني فمش هتقدر تغامر بس انت عندك فرصه ان انت تدي الفرصه لمدرب خلال تصفيات أمم افريقيا 20 بس هنا في مقاطعه صغيره 21 في 2005 الكابتن عصام عبد المنعم لما جاب الكابتن حسن شحاته وقتها الكابتن حسن طبعا كاسم كبير ونجم كبير بس في التدريب ساعتها كان
كان مدرب في الدرجة الشباب. لا كان درب منتخب الشباب. أيوة. وكان مسك المقاولين في الدرجة التانية وفي المباريات المحلية، وكان مسك أندية كتير حتى في الدرجة التانية. لكن ما كانش مسك المنتخب الأول، ما كانش مسك نادي الزمالك، ما كانش بالظبط كده. لا طبعا. فهل الفكرة في الخبرات، ولا أنت ممكن تلاقي وجه جديد يكون عنده الطموح إنه يحقق يعني أمال الكرة المصرية الفترة الجاية؟ شوف، هو الوجه الجديد ما عندناش، هم كل اللي موجودين دلوقتي مفيش حاجه اسمها وجه جديد، دول بيشتغلوا في مجال التدريب قادرهم 5-6 سنين على الاقل. يعني لو جبنا ايهاب جلال عنده 5-6 سنين في الدوري المصري، ما اصبحش وجه جديد. لكن لو انت بتقول على وجه جديد في التدريب تقول عماد النحاس. وجه جديد ادوه 2 سنين واثبت ذاته في التدريب ماشي، ومع فرقه كويسه وفرقه المقاولين العرب، وقبل كده مع اسوان عمل شغل مفيش مشكله. لكن على اساس ان انت اللي انحصر بينهم الاختيار الاربعه اللي احنا قلنا عليهم دول، واخد بال حضرتك، مش وجوه جديده، وجوه موجوده في الدوري المصري النهارده دخلت على 9 سنين أو 8 سنين، مفيش مش وجوه جديده، واخد بال حضرتك. لكن انا بتكلم على الخبرات وعلى الشخصيه. انت النهارده منتخب مصر مش هو منتخب مصر بتاعه 2000 و2001 و2002، لا ده انت عندك منتخب مصر النهارده في 3 أو 4 أو 5 أو 6 لعيبه بيلعبوا في انديه كبيره جدا وعلى راسهم محمد صلاح. فشيء طبيعي ان انت لما يكون عندك منتخب بهذه القوه لازم يكون المدير الفني مقنع للغايه، طالما انه وطني ومحلي لازم يكون مقنع جدا. ما ينفعش ان انا اجيب لا يعني مدرب قريب في السن ونجم كبير جدا يبقى تحت قيادته او يقدر ينفذ الكلام اللي هو هيقوله، هيبقى في نوع من انواع يعني انها تبقى مفيش نوع من الاستقرار، هتبقى في نوع من انواع اللي هيقولوا بعد كده، في نوع من انواع التمرد. طيب اتعاملت مع اتحاد الكره منذ سنوات طويله كتير، وياما الاتحاد غير اجهزه فنيه، مدرب وطني ومدرب اجنبي. اسالك على وجهه نظرك الشخصيه او من خلال تعاملك مع المديرين الفنيين اللي تولوا قيادات المنتخب في الفترات السابقه او في السنوات الماضيه من ايام الكابتن الجوهري رحمه الله عليه، الافضل للمنتخب ايا كان، حتى لو كان اجيري ما كانش مناسب للمنتخب، لكن طبعا هل الوطني ولا الاجنبي؟ شوف، بالتأكيد الموضوع كله منظومة متكاملة. بمعنى أصح، إذا كان جهاز فني متكامل فيه كل الخبرات يبقى الجهاز الوطني هو الأفضل بالتأكيد، ويبقى المدير الفني رقم واحد يبقى مصري، يبقى وطني خلاص. ليه؟ بس المهم شيء يكون معاه منظومة كاملة. بمعنى أصح، المدير الإداري المنتخب يبقى على قدر كبير جدا جدا من الاحترافية. المدرب المساعد سواء كان مدرب مساعد بيبقى عنده خبرات متنوعه سواء في الدفاع او في الهجوم او الكلام من ده، زي جهاز الكابتن حسن شحاته لما كان حماده صدقي كان في تخصص، كان في تخصص في الدفاع، كابتن شوقي غريب في خط الوسط، هو كذا في مدرب حراس مرمى متفرغ تماما وكويس وكان سنه صغير بالتاكيد كابتن احمد سليمان. فكان جهاز متكامل، كان معاهم الكابتن سمير عدلي اداري فاهم كل اداريات غير طبيعيه، مفيش مباراه وديه اللي قبلها 6 أشهر عارف المباراه دي هتعمل فين ونعمل وخط الطيران بتاعها رايح فين. ده كان بيبقى ماسك الاجنده استاذ محمد لمباريات اللي معهد سنه بالظبط، كنت ادخل عليه المكتب بالزبط. في الاتحاد اقول له كابتن سمير الاجنده الدوليه، قال لي ما الاجنده معايا اهي، الاجنده نفسها معايا اهي، وبكتب كل الماتشات الفتره الجايه وكل الحجوزات معروفه كل حاجه كانت موجوده مختلف. وانا سافرت سفرات كتيره جدا مع منتخب مصر وتقريبا يمكن 90% من سفراتي مع المنتخب، كل حاجه كانت بتبقى مرصوده، وكل كبيره وصغيره كانت في الكشكول بتاع كابتن سمير عدلي، وهو لغايه النهارده عنده كل المباريات وكل اسماء اللعيبه محتفظ بيهم، اللي دخل محتفظ بيهم، السكور شيت بتاع كل مباراه لعيبه منتخب مصر، عامل متحف في البيت مش ممكن يعني حقيقي. حاجه واخد بالك ليه، هو منظم كويس جدا جدا من اوائل مدير الكره اللي هو استخدم الكمبيوتر قبل ما يبقى دلوقتي في ايد كل واحد، كان من اوائل الناس اللي كان بيشتغل على الكمبيوتر ومجهز اموره كلها، هو كمبيوتر في حد ذاته، كنا مسمينه كمبيوتر المنتخب قبل ما كلمه كمبيوتر دي تنتشر في اوائل التسعينيات. تمام. فانا عايز اقول ان المدرب الوطني ممتاز جدا لمنتخب مصر اذا كان في ظل منظومه متكامله، مش مجرد واحد من الشرق واحد من الغرب وبتاعه كلام من ده، وفي نفس الوقت بيكون مدير اداري او مدير منتخب عنده شخصيه يقدر يسيطر على الامور. لان يعني الجزء الفني مش كل حاجه برضه، في جزء اداري مهم جدا، والملعب برضه مش كل حاجه، في شغل بره الملعب
بيوصلك انك تبقى في الملعب كويس. طبعا انت هو انت مجرد ان انت توفر، انت مجرد تتوفر الراحه النفسيه للاعيبه بيسموه معسكر، او اختيار مع الاختيار الجيد للمعسكرات، او اختيار الجيد للمباريات الوديه، او اختيار الجيد لمواعيد السفر ومواعيد الرجوع، دي كلها عوامل بتساعد على ان الراحه النفسيه للاعبين بتبقى كويسه. وهتلقى المدير الفني بيتشال عنه عبء كبير جدا انه بيتفرغ للناحيه الفنيه اللي هو يقدر يطبقها. وبعدين احنا المشكله، مشكلتنا في المدير الفني الأجنبي، إنه كان اتحاد كرة القدم هو اللي بيفرض على المدير الفني، لا والله ما فيش داعي للمباراة الودية دلوقتي عشان الجدول الدوري مسحوم. لو هو كان مدير فني جامد وكان بيتمسك برأيه، لا إما في هنا برنامج أنا حطه يتنفس حرفيا، لا إما سلام عليكم. لكن هو جاي ياكل عيش وما فيش مشكلة خالص وخلاص، بدرجة إن إحنا لغاية أفريقيا ما هتتلعب ما لعبناش إلا ماتشين وديين. ما هو كان نسخة مقررة من طاردلي، يعني الفرق بس في المقارنة إن طاردلي كان عايش في إيطاليا بيجي لنا على المباريات الرسمية، وكان بيقضي كل أجازته في شرم الشيخ كمان. بالظبط. يعني بيجي هنا ما يجي هنا في مصر كان بيبقى معسكر يوم، وتاني يوم تلقاه راح شرم الشيخ، قعد في شرم الشيخ 3-4-5 أيام. كنت موجود في هذه الفترة برضو، كان طاردلي من اللي هو اللي خرجنا بدري من تصفيات كاس العالم، هو كان طاردلي. كان طاردلي بالظبط للاسف الشديد. يعني الناس بتقول لك هو كان في ايطاليا، بس هو كان في الجونه، كان في شرم. هو شرم الشيخ وايطاليا. لكن منتخب مصر ما متهيألي جاله مره او مرتين كده يعني على الماشي. يعني المهم ان المدير الفني الاجنبي ما عندوش لا الحميه ولا الوطنيه، ولا ان هو يقدر يبث في اللاعبين الحماس عشان خاطر ينزلوا يكسروا الدنيا زي ما بيقولوا. وتجربه الكابتن الجواري وتجربه الكابتن حسن شحاته بتميل ان فكره المدرب الوطني الافضل، أفضل حتى في منتخبات الشباب. كابتن شاور غريب خد برونزيه، كابتن ربيع ياسين اخر بطوله افريقيه في مرحله الشباب والناشئين كان هو سنه 2013، ما خدناش من بعديها اي بطوله للمراحل السنيه دي. ده حقيقي. فده ليه؟ لان هو كان كابتن ربيع ياسين ده خد الجمهوريه رايح جاي كده بالقطر وبيعمل نفس الموضوع دلوقتي بالميكروباص، مفيش مشكله خالص. وكان يروح يجيب لعيبه من المنيا ومن اسيوط ويروح مطروح ويروح يقولوا في كذا، يروح يشوف بنفسه. وفعلا كان بيدور على اللعيب، وبعدين كان بيبني اللعيب اخلاقيا قبل ما يبنيه فنيا. التزام، يعني التزام، ميعاد الماتش، ميعاد التدريب، ميعاد الصلاه، ميعاد كل حاجه، فبيعمل لاعب متكامل معاه. فعشان كده اللعيبه كانت بتسمعه. على فكره كابتن ربيع ياسين هو اول واحد استبعد عمرو ورده وهو كان مع الشباب في الجزائر. ده حقيقي. كاس يعني الامم سنه 2013. ايوه 2013. يعني هو يعني برضه المدرب لازم يكون عنده النقطه، ما هو شخصيه المدرب في انضباطه برضه، هو منضبط يبقى لازم ينعكس على وده بينعكس على الفريق. بالظبط. فالمدرب الوطني بكل تاكيد في المرحله دي مطلوب، مطلوب جدا. احنا شفنا منتخب الجزائر عمل كل حاجه بالمنتخب الوطني بتاعه. بالمدرب الوطني بتاعه. فاحنا ما نبقاش متخوفين قوي من قصه المدرب الوطني، بالعكس بالعكس، ده ممكن يجيب نتيجه كويسه ونتيجه هائله جدا اذا خلصنا النوايا وما اصبحش ان كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه. طيب النهارده كان في اول اجتماع للمجلس المؤقت اللي هيدير اتحاد الكوره لمده سنه. عندك تفاصيل عن ما جرى في هذا الاجتماع؟ لان كمان كان في مندوب من الاتحاد الدولي فيفا في هذا الاجتماع، او بمعنى ادق يعني من خلال الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. كان موجود في هذا الاجتماع. هو طبعا هو كل الامور التنظيميه لا اكثر ولا اقل، تنظيم عمل لجنه، ان برضو من ضمن الحاجات ان ضروره ابلاغ الفيفا باي أيوة. خطوات تتخذ مبدئيا اولا باول. يعني في تقارير بتبقى لازم في تقارير عن انتوا بتعملوا ايه، واخد بال حضرتك؟ هو طبعا المقصود بيها ان هم عايزين يضمنوا ان ما يبقاش في تدخل حكومي، ما فيش حد بيحرك اللجنه. يعني انتوا بتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ خدنا كذا، المرحله دي قطعنا شوط في تنظيم في وضع اللائحه بتاع كذا، استعنا بخبراء في كذا وكذا وبنوضع اللائحه. تقرير بيطلع لمندوب الفيفا او لجهه الاتصال مع الفيفا. فده من اساسيات الاجتماع اولا، ان احنا النهارده انتوا لجنه مؤقته تابعه للفيفا، بمعنى اصح ان انتوا كل شو تعاملكم معانا انه يبقى عايزين كل الخطوات اللي بتعملوها بتقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه. منعا، ده طبيعي وده طبيعي جدا عشان خاطر القصه بتاع التدخل الحكومي دي ما تبقاش يعني او مش بالمعنى ده حاكمه، بمعنى اصح. انا برضو ممكن يكون مش بالمعنى ده، او بالمعنى الادق اللي هو التاني اللي ممكن يكون فيما معناه ان احنا بنعدل اللائحه، واللائحه لازم تكون متوافقه مع لائحه الفيفا، فلازم يكون في تواصل وفي متابعات شهريه، لازم ناخد فيه خبرات تستفيدوا من الخبرات بتاعتنا بتاعت الفيفا. وفي نفس الوقت لغايه لما اصل ممكن يقعدوا يشتغلوا 5-6 شهور والفيفا ما تعرفش عنهم حاجه ويبعتوا اللائحه، لا هم عايزين، فالفيفا يقول لك لا غير مناسبه، لا فترجع تاخد وقت تاني عشان فبالتالي الوقت مش هيبقى بيسعفك. فعشان كده ممكن المتابعه الشهريه او التقارير الدوريه مع الاتحاد الدولي
عشان الجزئيه وما دي. وما تنساش كمان الاتحاد الدولي يعني في مندوبين منه قاعدين في الاتحاد الافريقي دلوقتي. لا في الاتحاد الافريقي نفسه. ده الامين العام بنفسه. يعني اللي هو فاطمه سموره. فاطمه سموره يعني يعني نفسها لان عارفه ان في مشاكل في الاتحاد الافريقي فجايه بتشوف تظبط وتشوف المخالفات والدنيا وقاعده 6 شهور يعني قاعده هنا في يعني هي رايحه جايه ما فيش مشكله واخد بال حضرتك. فمش شيء طبيعي انه الفيفا هو هو الحاكم الاكبر في كره القدم فبيسيطر على الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري بيشوف خطوات لوائح وتسمح بده خلاص. ما هو كده وانت تابع الاتحاد الدولي خلاص فانت اللوائح بتاعتك كده. فالاجتماع ده كان اجتماع تنسيقي انتوا هتعملوا ايه للمرحله الجايه، البرنامج اللي هتحطوه ايه، الاولويات بتاعتكم ايه، عايزين تقارير عن ما كل انجاز يتم في الخطوات اللي احنا انتوا متعينين ليه. تمام. واخد بال حضرتك هتيجي بعد كده يا اما تيجي تفكر في فتح باب الترشح للانتخابات والكلام لازم تبلغ الفيفا تقول والله احنا نفتح الباب يوم كذا ونعمله كذا ونقعد 45 يوم ونعمل كذا وطبقا للائحه. بس فتح الباب الترشيح بقى بعد 45 يوم ده هيبقى بعد اللائحه لما بعد اللائحه ما تخلص خالص ممكن كل التفاصيل دي تتغير. طبعا ما طبعا ممكن تتغير. طبعا ممكن تتغير. انت في بند زي بند ال8 سنوات ده ممكن جدا يكون موجود. ممكن جدا لو احنا لدينا ما هو اتحط في اللائحه الاخيره. لا ده اتشال من اللائحه الاخيره بس الفيفا ما اعتمدوش لسه. هو ما اعتمدوهاش. المحضر ما راحش للاتحاد الدولي. لم ترسل للفيفا. يعني الجمعيه العموميه اعتمدت ان 8 سنين مش موجوده. الغاء بند ال8 سنين. لكن محضر الاجتماع ما راحش للاتحاد الدولي. واخد بال حضرتك؟ بس انت النهارده يعني ممكن جدا في اللائحه الجايه تنص بقى نصا صراحه ان في بند 8 سنين. خلاص مفيش اي مشكله. الفيفا مش هيقول لك لا. لو لغيته برضه الفيفا مش هيقول لك لا. لان ده شان داخلي. مفيش اي مشكله فيه. فبناء على اللائحه هيبقى في خطوات اعلان الترشح وفي خطوات الانتخابات وعدد المقاعد وعدد الحاجات دي كلها والرئيس وكده والحاجات دي كلها تنص عليها صراحه. فكره في عدد اعضاء المجلس هل في رئيس مع نائب رئيس امين صندوق ولا رئيس واعضاء فقط كلها تبقى للمسميات اللي هتتم. كلها تبقى للمسميات اللي هتتحط في اللائحه او في تعديلات اللائحه. احنا مش هنعمل لائحه من اول وجديد. هو نعمل تعديلات في لائحه النظام الاساسي بس اعتقد هتبقى تعديلات جوهريه بالتاكيد. بالتاكيد لابد ان تكون تعديلات. ايه هي لسه بالتاكيد هتطلع كلام كتير هيطلع في الايام اللي جايه عن اللائحه واحنا عايزين نعدل بعض البنود الخاصه بكذا وخاصه بكذا. طب هتبدا الامور تتكشف. هل عند حضرتك معلومه على فكره عدد اعضاء الجمعيه العموميه لو دلوقتي مثلا حوالي 250 260 نادي هل اللائحه ممكن تقلص العدد للنص او اقل من النص ولا التعديلات بمعلوماتك مش هتبقى رايحه للجزئيه دي؟ شوف لا انا بالحس الاعلامي والحس الخبري كده انه في تخفيض للجمعيه العموميه تخفيض العدد يعني لانه تقنين. انت انت انت, انت بتعمل مسابقات وعايز تعمل مسابقات تنافسيه فما ينفعش ان انت كل مراكز الشباب اللي بتشارك في منافسات وما عندهاش امكانيات ما عندهاش حتى ملاعب توعده في الجمعيه العموميه او تبقى الاصوات متساويه. اعتقد هيبقى في نوع من انواع تطبيق في اللائحه على انه عضو الجمعيه العموميه يشترط كذا وكذا 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 وكذا. ممكن يكون عضو جمعيه عموميه بس مالوش صوت. مالوش صوت. او ممكن يكون عضو جمعيه عموميه وليه صوت بس صوت نسبي. بس يعني لابد هيبقى في قصه العضويه بتاع الجمعيه العموميه دي لابد ان هيبقى فيها نوع من انواع التحجيم النسبي. زي يعني كده. لكن وده على فكره النقطه دي تسربت من شويه. وعشان كده في قلق من عدد كبير جدا من الانديه. والنهارده اللي هم بتلاقاهم منتشرين جدا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك ويقول لك يعني احنا هي مراكز الشباب دي كفرت ولا مش عارف ايه احنا جزء من الكره المصريه. وليه؟ لانهم حاسين باللي بنقوله ده. حاسين انه ممكن جدا يبقى في تعديلات في اللائحه والتعديلات في اللائحه دي ممكن جدا تخلي تقليص عدد الجمعيه العموميه. تمام. فكرة يا أستاذ محمد التعديلات اللي ممكن تطرأ الفترة الجاية وأنا كويس إن أنا بطرح معاك كل هذه الأسئلة لأن أنا عايز أستغل وجودك معايا والمشاهد يستفيد بوجودك معانا إنك بتغطي الاتحاد منذ أكتر من حوالي من 20 30 سنة ربنا يديك الصحة. لكن الناس عايزة تعرف معلومة، الناس عايزة تعرف إيه اللي بيدور في الكواليس، المجلس هيبقى إيه دوره الفترة الجاية. فواضح إن القصص الفترة الجاية لا إحنا بنشتغل على تطوير المنظومة وإن إحنا ما نرجعش نقطة الصفر من تاني وان الفتره الجايه المنتخب او الكره المصريه مش المنتخب بس ده الكره المصريه بشكل عام
تنطلق. لا ترتقي للفتره الجايه بشكل افضل طبعا. طبعا مع كمان ان البنيه التحتيه ارتقت قوي خلال السنه الاخيره بعد تعديل شكل الملاعب بالبطوله الافريقيه، كمان عندنا بطوله افريقيه مهمه جدا المؤهله لاولمبياد طوكيو كمان ثلاث شهور في نوفمبر الجاي بالظبط. هو طبعا هو هيبقى في لقاء قريب قوي يعني خلال ساعات ما بين السبت او الحد بالكثير خالص ما بين اللجنه مجلس المؤقت المؤقته وبين وزير الشباب، لانه هو برضه مهما كان في الاخر المرجعيه الخاصه بالدوله اكيد فشيء طبيعي يبقى في سياسه الدوله اصلا في الاهتمام بالكره القدم والرياضه كلها لازم يكون في يقعد معاهم يسمع ايه طلباتكم ايه مش عارف ايه في اي معوقات هتقابلوها احنا الدوله تحت امركم مفيش اي مشكله خالص ابداوا، ويعني نوع من انواع الاجتماع التنسيق عشان خاطر دفع للعمل في ظل تمهيد. احنا النهارده مش بنتكلم على ان اللجنه دي هي اللي هتطور الكره المصريه، لا هي اللي هتمهد الاجواء، هي اللي هتمهد الاجواء والمناخ عشان خاطر المجلس اللي يجي بقى يبدا عمليه التطوير. يعني احنا عندنا فتره ميته اللي هي الثمان شهور الجايين ابتداء من شهر 9 لغايه شهر يوليو، الفتره دي تعتبر فتره ميته بمعنى اصح داخله على 11 شهر. بس انت قبل 11 شهر دول عايز قبليها بست شهور لازم الصوره تكون عندك واضحه، هتعمل انتخاباتك ازاي ومين اللي هيترشح ومين اللي هيؤد له بصوته من الجمعيه العموميه ومين اللي مش هيدلي وعلى اي اسس، وهي العناصر والاشتراطات اللي واجبه توفرها في عضو العضو اللي هيترشح لاتحاد كره القدم. تمام. كل ده هتعمله اللجنه المؤقته ان هي تمهد الجو او الاجواء او المناخ عشان خاطر المرحله اللي جايه عشان نعمل مرحله تعمل اربع سنين، وفي نفس الوقت بتسير اعمال زي ما حضرتك قلت بتسير اعمال خاصه بتنظيم امم افريقيا للشباب للمنتخبات الاولمبيه اللي هي بتؤهل لطوكيو، بتجهز منتخب مصر مدير فني مباريات وديه للمنتخب تصفيات امم افريقيا 2021، كل الكلام ده كله ده قبل ما نخش على معاد تصفيات كاس العالم بقى يبقى احنا مستقرين، يبقى المدرب جه مدرب وطني جه خد فتره في تصفيات امم افريقيا دخل على تصفيات كاس العالم بقى النوع الامور واضحه ان في منتخب عندك يسير بخطه ثابته على طريق المنافسه مش على طريق ايه اداء الواجب والخروج من المنافسات. طيب هل الظروف تسمح لهم ان هم يقدروا يشكلوا رابطه انديه محترفه؟ شوف ده تعود الى اراده أندية الدوري الممتاز. الإرادة بتاعة الأندية الدوري الممتاز مش إرادة المجلس المؤقت؟ لا هو المجلس المؤقت بياخد القرار بس إنك تعمل رابطة قوية وكذا ده الأندية الدوري الممتاز ال 18 نادي إذا كان لديهم إصرار أن تبقى في رابطة قوية دي فرصة سانحة إن هم يبقى في رابطة قوية من أول يوم في الموسم. هو طبعًا في ضمن الأجندة اللي موجودة إنه في رابطة أندية للدوري الممتاز. أندية المحترفين واخد بال حضرتك الكلام ده مش هيتفعل الا اذا كانت الضغوط شديده من كل الانديه ان احنا عايزين فعلا الرابطه لها صلاحيات ولها لائحه لان ده في مصلحه الانديه لان ده في مصلحتهم لان هو ده والفرصه سانحه. النهارده اتحاد الكره السابق كان بيماطل ان لهم مصالح هو اللي عايز يدير رابطه الانديه هو اللي عايز يتحكم في البث هو اللي عايز يتحكم عايز القرار يبقى عنده كان عايز كل حاجه كل حاجه جواه لان هي زي ما اتفقنا استثمارات ماديه كبيره جدا تبقى تحت السيطره عندهم. دلوقتي رابطه الانديه اصبحت مطلب للانديه كلها مفيش فرق بين الفريق اللي هو في القاع عايز يقعد اسوان وطنطا وكلام من ده وبين الاهلي والزمالك، لا كل الانديه النهارده مطلب كبير جدا ان يبقى ليهم رابطه. الملف ده اتاخر مش اقل من 10 سنين. ايوه مش اقل من 10 سنين وبرده بمكاتبات مع اليو قلنا اسمحوا لنا للكاف اسمحوا لنا ان احنا ناجل المحترفين دلوقتي او الانديه المحترفه دلوقتي. القاره الوحيده اللي عندها ازمه في الموضوع ده القاره الافريقيه بس. أيوه. القاره الافريقيه في اتحادات كتير نفذت لكن احنا اتاخرنا كتير قوي اكتر من 10 سنين وكنا واقعين تحت سيطره الايه خلاص الجواب بنبعت معلش شافونا السنه دي ده. متذكر يا استاذ محمد لو تذكر معايا النادي الاهلي من 10 سنين كان في رابطه الانديه المحترفين في الدوري الانجليزي جت مصر والنادي الاهلي استضافها. أيوة. وعمل مؤتمر صحفي فاكر التوقيت ده وحط كل طبعا وكان الكابتن سمير زاهر موجود الله يرحمه كان موجود وكان في تنسيق وكان متحمس جدا للقصه دي وكان النادي الاهلي رائد في الملف وكان الاهلي كان من اوائل الانديه وما زال لغايه دلوقتي الاهلي هو اللي بيطالب برابطه الانديه المحترفه وما زال الاهلي هو دلوقتي بيتصدى ويتصدر للموضوع ده وما زال الاهلي هو الذي يتصدى ويتصدر للمطالبه بتقنيه الفيديو بالظبط
واخد بال حضرتك؟ لانه وما زال الاهلي هو اللي بيتصدى ويتصدر ويطالب باحترام المواعيد بتاع المسابقات ايا كانت، واحترامها احتراما كاملا من اجل الصلاح العام، عشان خاطر الصالح العام للكره والمسابقه نفسها، واخد بال حضرتك؟ وكثير من الانديه ممكن جدا ما يبقاش ليها صوت، هو صوتها الطبيعي بتنحاز الى النادي الاهلي عشان النادي الاهلي بيتكلم صح، فتبص يقول لك احنا مع النادي الاهلي، واخد بال حضرتك؟ ده كل ده الامور دي كلها اصبحت الفرصه مهيئه النهارده لرابطه الانديه، اصبحت الفرصه مهيئه لتقنيه الفيديو، بشرط ان تكون انديه الدوري الممتاز لديها الاصرار على هذا العمل وما يبقاش في انقسام وما فيش قصه اهلي او زمالك او الكلام ده. طيب كويس، معانا تليفون مهم جدا عشان نعرف برضو تفاصيل اكتر من الاجتماع. دكتور جمال محمد علي، طبعا نائب رئيس المجلس المؤقت اللي هيدير اتحاد الكره لمده سنه لغايه اولمبياد طوكيو من العام القادم. دكتور جمال برحب بحضرتك وفي ضيافه الاستاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه. طبعا كابتن محمد صالح علم من الاعلام اللي انا بحتفظ بيهم شخصيا يعني، وبرحب بحضرتك وبشكرك على المداخله. اهلا بيك يا دكتور جمال. دكتور طبعا يعني بنتمنى لكم التوفيق، يعني انا عايز اقول لك مبروك بس في نفس الوقت بتمنى لك التوفيق، لان المرحله القادمه مرحله صعبه. المهام اللي هتبقى مكلفين بيها الفتره الجايه مهام جسيمه محتاجه شغل كبير جدا، لكن عايز اعرف الرؤيه اللي عند المجلس بعد اول اجتماع النهارده مع مندوب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي اللي كان موجود معاكم النهارده عشان خارطه الطريق خلال الفتره القادمه. هو طبعا انا بشكر حضرتك وفعلا هي المهام صعبه، لكن احنا مصريين وانت عارف المصريين طبعا ما فيش حاجه تقف قدامهم ان شاء الله كل حاجه. الو دكتور جمال سامعينك. سامعين حضرتك، كل الامور ان شاء الله هتكون على ما يرام وان شاء الله هنقدر المهام المكلفين بيها في خلال هذا العام ان شاء الله ننجزها على اكمل وجه ان شاء الله. طبعا ده مش هيتم الا من خلال العمل الجماعي، ومن خلال العمل الجماعي من اللجنه مع الجمعيه العموميه مع العاملين بالاتحاد مع الاعلام مع الخبراء اللي موجودين، لابد ان احنا نتكاتف جميعا عشان نقدر نعدي الفتره الحرجه اللي مرت بها كره القدم المصريه في الفتره السابقه. يمكن عايز اوضح بس بعض الامور لحضرتك. الاجتماع هو ما كانش النهارده، الاجتماع كان امبارح بالليل. كان الساعه 7 امبارح بالليل. يمكن مندوب الفيفا وصل القاهره بالنهار امبارح وطلب الاجتماع في نفس اليوم عشان سافر في نفس اليوم لمهمه اخرى موكل بيها من الاتحاد الدولي، فكان جه مخصوص حضرتك سلمنا الخطابات اللي هي قرار التكليف من الاتحاد، وقال انه الاتحاد الدولي طبعا سبورت اللجنه اللي طالعه بقرار من الفيفا، وان هو في حاجات محرضه رسميا في خطاب رقم واحد اللي هو ازاي نعمل اللائحه، ونعمل اللائحه في ضوء لوائح الفيفا بحيث كل بند وكل جزء احنا بننتهي منه ممكن نبعثه للفيفا بحيث الفيفا بتراجع البنود هل موفقه للائحه الاتحاد الدولي او مش موفقه للائحه الدولي. وبعد كده حضرتك الجانب الثاني طبعا اللائحه دي هي اللي في ضوءها ان شاء الله هتتم الانتخابات للاتحاد المصري القادم. تمام. برضو كل الاستحقاقات اللي هي مفترض تتم بشكل سريع وفي استحقاقات هتتم بشكل طويل الامد نسبيا. اللائحه طبعا هتاخد وقت، يعني اللائحه هتاخد وقت. لكن لان احنا لازم ناخد براي الحكماء والخبراء وخبراء في القانون الجنائي وخبراء في الاستثمار وناخد راي اهل الخبره الجمعيه نفسها الجمعيه العموميه وكل الامور دي لابد انها تتحصل على الاسباب. وبعدين احنا عندنا كمان الدستور المصري والماده 84 وعندنا القانون الرياضه وعندنا قانون العقوبات وعندنا قانون الاستثمار، كل باب من الابواب دي محتاجه فعلا يتعمل بناحيه علميه وبذكاء شديد عشان ما نحطش ماده ولا نحط بند يخالف اي ميثاق من المواثيق الدوليه ولا القوانين المحليه، وبيبقى دايما المعيار الاساسي اللي هو اللائحه بتاعه الاتحاد الدولي لكره القدم اللي هي الفيفا. دول استحقاقين مهمين جدا. طيب الاستحقاق اللي هو سريع الاجل واللي احنا محتاجينه دلوقتي اللي هو الجهاز الفني للمنتخب القومي، طبعا في اجتهادات بتتقال وكل الناس الاسماء اللي بتعرض اسماء محترمه، ولكن اللي بقول لحضرتك بالفعل احنا ما جلسناش وما عرضناش اي اسماء ولا حد كلمنا في اي اسماء، لكن احنا بنقرا على مواقع التواصل الاجتماعي زينا زي اي حد الاسماء المحترمه المطروحه
ودي ان شاء الله هتكون على ترابيزه الاجتماعات ان شاء الله. طيب دي فيها جزئيه المسابقات، بس في جزئيه صغيره يا دكتور جمال في الموضوع ده قبل ما ننتقل لباقي التفاصيل. هل المجلس هيعين مدير فني للاتحاد والمدير الفني للاتحاد هو اللي هيختار مدير فني المنتخب، ولا المجلس المؤقت هو اللي هيختار المدير الفني المنتخب بشكل مباشر؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه، طبعا المجلس الاداره لما هيجتمع احنا هنحط رؤيتنا المستقبليه في الجهاز الفني. كون ان هو يجي المدير الفني ويجيب شكل الجهاز ولا المجلس الاداره، احنا ما درسناش الجزئيه دي نهائيا. ولكن انا شخصيا هتكلم بصفتي الشخصيه كاكاديمي وفي نفس الوقت دربت فرق لغايه المنتخب ناشئين، في معايير لابد ان يتم اختيار المدير الفني، لان ده بيبقى مدير فني لمنتخب مصر. يعني عارف حضرتك مدير فني لمنتخب مصر يعني قيمه لا تعلوها قيمه في افريقيا. فعشان كده لازم المدير الفني رقم واحد حضرتك لابد ان السيره الذاتيه بتاعته تتضمن مثلا الخبرات السابقه. طب الخبرات السابقه كمان تتضمن انجازات، لانه في بعض الخبرات السابقه ولكن ما فيهاش انجازات. طب الخبره السابقه، طب الانجازات، الشهادات العلميه ومدى تطويره من نفسه على طول بصفه مستمره. سماته الشخصيه وقدرته على الحاجات اللي انا هقولها دي مهمه جدا، لان دلوقتي بتتعامل مع منتخب فيه نجوم عالميين. فلازم سمته وقدرته على القياده، قدرته على اداره الازمات، على اداره الصراعات، على اداره الوقت. القدرة عالية جدا على الضغط الانفعالي، لانك انت بتتعرض لضغوط شديدة جدا من الجماهير العاشقة لكرة القدم ومن الاعلام المصري تأديد التأثير. فلابد ان يكون عندك قدرة على تحمل الضغوط، لابد ان يكون عندك قدرة على العلاقات الانسانية الحسنة، ازاي تقدر تجمع الناس كلها حوالين المنتخب. تمام. سواء اللعيبة ولا الحاجات دي كلها اهتمام لابد انها توضع قدامنا كمعايير اساسية مين اللي عنده سمات. والكمال لله سبحانه وتعالى، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن دايما الانسان بينشد المثاليه في معدل زمني على مين اللي يتناسب سواء في المدير الفني او من يعمل مع المدير الفني. طيب في معدل زمني لاختيار المدير الفني المنتخب، يعني كذا اجتماع ولا لازم خلال اسبوع بالكثير؟ لا لا لا، ما فيش معدل زمني بالنسبه لنا، لانه في بعض الناس قالت انه في استحقاقات قريبه وفي ماتشات قريبه. لا احنا ما عندناش استحقاقات قريبه لحضرتك، احنا اول ارتباط رسمي، انت عارف اول ارتباط رسمي في اول مباراه رسميه هتبقى عندنا في شهر مارس اللي هي تصفيات كاس العالم. وعندنا ارتباط بتاع الفيفا دي، لكن ممكن احنا عندنا يمكن النهارده كان في محادثه بينه وبين كابتن شوقي غريب طويله جدا عن الاجنده بتاعت كابتن شوقي غريب والخريطه بتاعت البلان بتاع اللي حاطه، هل هي ماشيه في الصحيحه؟ طب ايه اللي محتاج مننا اي حاجه بحيث ان انا اتكلم مع الاستاذ عمرو الجلايمي فيها؟ لقيت انه الكابتن شوقي فعلا مجهز اجندته ماشيه بشكل كويس جدا، وفي شهر 9 عندنا اللقاءين الماتشين مع السعوديه. وبعض الناس ليه اختار السعوديه وما اختارش فرقه افريقيه؟ لانه الفرقه الافريقيه في نفس الفتره بتلعب التصفيات بتاعتها في 14 فريق، في تصفيات المنتخبات التي تلعبك في مصر. السبعه هتضاف ليهم مصر، هيبقوا ثمانيه هيلعبوا البطوله. حقيقي. طب بعديهم هيبقى في ماتشين مع الفرق اللي صاعده بس ما يكونوش في المجموعه بتاعتنا. فهو لازم يا اما هروح اختار فرق بعيد عن ال 14، يبقى اذا معنى كده هجيب مستوى قليل. تمام. طيب وده مش مطلوب يعني، لان ال 14 فريق اللي هيصفوا مع بعض فيهم نيجيريا وفيهم غانا وفيهم الكاميرون وفيهم الجزائر وفيها المغرب وفيها الفرق الثقيله اللي احنا نتمنى نعمل معاها مباراه وديه ان شاء الله. طيب الجزء الاخير يا استاذ دكتور جمال، وبتتكلم حضرتك على الموسم الجديد المسابقات، وحضرتك كنت لسه بتتكلم في جزئيه المسابقات والموسم الجديد والشؤون اليوميه لاتحاد الكوره في الفتره القادمه. تقنيه الفيديو ايضا من ضمن الملفات اللي طرحتوها في جلسه الامس والنهارده، حتى الاعلام كان يتكلم عليها. جلسه الامس فعلا الاستاذ عمرو الجنايني عرض على بيتكلم مع بيرون، بيقول له ان احنا عايزين تطبيق نظام الفار في عندنا في الدوري المصري، تكلفته قد ايه؟ تمام. وامكانيه تطبيقه. فابدا قلب باستعداد ونسيت على استعداد كامل لمساعدتنا بحيث ان احنا يبعثوا لنا مندوب. اي مندوب ده طبعا انت عارف الحاجات دي كلها مرتبطه بشركات، هينشوف الاسعار بتاعتها قد ايه، طب هنوفر الفلوس دي بتاعتها منين. وفي نفس الوقت هو وعدنا انه ممكن يبعث لنا احد الخبراء في الجزئيه دي بحيث ان هو يدرب كم كبير لازم من ضروري ضروري عندنا كم كبير يتدربوا على تطبيق التقنيه، على موضوع الاداره التحكيميه عن طريق الفار، لانه الموضوع مش سهل. فلابد ان احنا نعد الكوادر الاول، وبعد ما نعد الكوادر ونعد
الحاجات الأساسية اللي هي الخامات والأدوات والأجهزة المطلوبة. بعد كده نبدأ إن شاء الله نسعى. فإحنا يمكن حتى في حوارنا نحاول إن شاء الله، لو ما مش هنقدر نبدأ طبعا موسم، لكن نحاول إن إحنا على بداية الدور الثاني يا ريت وصلنا لهذا للتطبيق. طيب إن شاء الله إحنا هنجتهد والتوفيق عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب أستاذ محمد صادق كان ليه سؤال واستفسار عند حضرتك، اتفضل يا أستاذ محمد. دكتور أولا مبروك الثقة الكبيرة في حضرتك وإمكانياتك، ودي مش جديدة عليك أولا طبعا. الحاجة المهمة اللي عايز أسألها لحضرتك هو أنتوا داخل اللجنة الخماسية بالتأكيد في ملفات كل واحدة ومسؤول عنها، يعني أنا بعتقد أن أنت أقدر من يتولى ملف المدربي المنتخبات بصفة عامة من طقطق لسلام عليكم أو من ألف إلى ذات، من إيه إلى ذات. في ملفات تانية أخرى، هل تم التوافق فيما بينكم على توزيع هذه الملفات عشان يبقى فيه سهولة ويسر في العمل، ولا لسه الأمور ما اتضحتش مين يمسك ملف التحكيم، مين يمسك ملف المدربين، تمام. مين يعني عايز أعرف القصة دي هتمشي ازاي. أنا بشكر حضرتك على السؤال فعلا. يمكن أنا في حوار مع الأستاذ عمرو الجناني امبارح والكابتن أحمد عبد الله والدكتورة سحر، إن احنا قلنا في أول اجتماع لينا إن شاء الله يوم السبت بعد لقاء الوزير هيبقى فيه اجتماع هنحط فيه الأجندة اللي احنا هنمشي عليها، يعني لازم يكون في بلان، وبعدين في أولويات وفي مهام زي ما قلت لحضرتك سريعة، وفي مهام اوريدي هتاخد مننا وقت زي موضوع اللائحة. فإن شاء الله في الجلسة دي هنبدأ نحدد زي ما حضرتك تفضلت إنه نحدد إنه بعض الملفات في ضوء خبرات الموجودين، في ضوء خبرات الموجودين إن احنا نقدر نوكل لكل حد من الموجودين في المجلس بعض المهام لمتابعتها من الالف لا، ويعد التقارير بتاعتها ويعرض على مجلس الاداره. لكن الاتفاق الاساسي ان احنا نشتغل بشفافيه ونشتغل من خلال العمل الجماعي، ان احنا نقعد وفي ضوء القرار الجماعي اللي احنا نوصل له ان شاء الله نقدر ياخذ عايز التطبيق ان شاء الله. طيب دكتور جمال، برضو في لجان مشكله الفتره الاخيره قبل ما المجلس المؤقت كان يتم اعلانه رسميا من الاتحاد الدولي فيفا، رئيس لجنه حكام، رئيس لجنه مسابقات، رئيس لجنه شؤون اللاعبين. هل اللجان مستمره بنفس الهيكله ولا المجلس ممكن يكون عنده رؤيه فيتم بتغيير الفتره الجايه؟ شوف حضرتك، احنا طبعا بنحترم القرارات السابقه، ودايما احنا اللي عايز يشتغل في نظام مؤسسي ما بيجيش يبدا من الصفر. دايما الواحد بيقول لتلامذته الطلبه في الجامعه انه البحث العلمي او العلم لا يبدا من فراغ ولكن يبدا من حيث ما انتهى اليه الاخرين. الزملاء اللي كانوا موجودين المجلس السابق الفتره اللي ادار فيها الكابتن ثروت سويلم، في قرارات اتخذت، طب القرارات اللي دي كانت سليمه يبقى لابد ان احنا كلنا نحترمها، خلاص ده قرار سليم. طب القرار ده محتاج بعض التعديل او بعض الاضافات، يبقى احنا من حقنا ان شاء الله ان احنا نضيف او نعدل. تمام دكتور جمال، في النهايه انا بختم معاك يمكن بالامس طبعا والنهارده ودايما في كل كلامنا هنا في قناه النادي الاهلي، كل الدعم والمسانده للاتحاد وللمنظومه في الفتره القادمه. الكل يهمه المصلحه العامه، النادي الاهلي يهمه المصلحه العامه، ويمكن قلنا هنحط الفتره القادمه مسؤوليات محدده للعداله. المسؤوليات دي اذا تنفذت بالتاكيد هتبقى اللجنه او المجلس ماشي بشكل محايد، ما بيميلش لطرف على حساب طرف، واحنا دايما لما بنتكلم بقيم ومبادئ الاهلي، ما بنقسمش المساله اهلي والزمالك خالص، بالعكس اطلاقا كل الدعم والمسانده ليكم. لو الدوري هيستمر بشكل منتظم مفيش تاجيل، حاجه ممتازه. تقنيه الفيديو اتنفذت، حاجه رائعه. كمان جزئيه تفعيل دور لجنه الانديه ورابطه الانديه المحترفه اذا اتعملت هيبقى حاجه ممتازه جدا. تطوير المسابقات والحكام، كل ده اذا اتعمل بصراحه هيبقى كل الدعم والمسانده ليكم، والفتره الجايه يبقى انتم طبقتوا المسؤوليات المحدده للعداله، واللي جاي هيكون افضل للكره المصريه. مظبوط؟ والله انا مع حضرتك في كل كلمه قلتها، ويمكن احنا الاستاذ عمرو الجناني في احد المداخلات انا 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 مصري وجاي ادير بشفافيه وبعدل ونزاهه ما بين كل الناس، واحنا مؤيدينه في هذا الراي تماما، وكلنا فعلا احنا ما عندناش الوان في اللحظه دي، لانه بنمثل مصر، يعني بنمثل مصر وبنمثل كره القدم المصريه، تمام، بنمثل جهه معينه، وبالتالي هتلاقينا حضرتك كلنا بنبصر في الصالح العام وما عندناش ضغوط، يعني ما عندناش ضغوط، فعشان كده نقدر ان شاء الله ناخد قراراتنا في صالح كره القدم المصريه ان شاء الله في المرحله اللي جايه. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك، انا واحد من الناس كراجل اشتغلت فني واشتغلت تحكيم ودخلت مجلس اداره الاتحاد كده،
لو المسابقات ما كانش فيها عدل وشفافيه ونزاهه، الحاجات دي كلها في الاخر بتاثر على مين؟ اكثر انديه بتتاثر فيها. اكيد بتتاثر فيها انديه الاهلي وانديه الزمالك وانديه الاسماعيلي والانديه اللي بتلعب افريقيا اذا كانت بيراميدز ولا المقاصه بتتاثر بيها. طب الانديه دي لما بتتاثر ما المنتخب قوامه الاساسي من الانديه دي. يبقى اذا هيتاثر المنتخب القومي المصري، يبقى اذا تاثر كره القدم المصريه، يبقى تاثر المجتمع المصري الكروي. فالكلام ده لازم ان شاء الله يكون فيه اجنده ثابته، مسابقات ثابته عشان تقدر المدير الفني يعمل فتره اعداد عشان ومفيش تاجيل لاي نادي بعينه ولا اي سبب من الاسباب. اه بالظبط بالظبط. التاجيلات التاجيلات يا استاذ محمد عارف حضرتك التاجيلات اضرت بمين اكثر؟ الانديه اتضرت فيها، ما اضرت في الاخر انه كمل الاصابات بالمنتخب والزمالك اللي هم بيلعبوا بطولات افريقيا بيوصلوا النهائي الدوري اصبح بينهي دوري وبيدخل في الدوري الثاني من غير مرحله انتقاليه من غير فتره راحه. وفي العلم مش مفيش حاجه في الدنيا تمام. انك انت تشتغل بصفه مستمره ده ربنا سبحانه وتعالى اوجد الليل والنهار واوجد التعب والراحه. فمش معقوله يعني لعيب يشتغل كماشين كمكنه لمده موسم كامل 12 شهر من غير ما يريح. فالكلام ده ضد الطبيعه البشريه حتى. فلابد ان احنا انتظام المسابقات هيساعدنا ان احنا ندي فرصه للمدربين يحطوا برامجهم على اسلوب علمي. دكتور جمال محمد علي انا بشكرك شكرا جزيلا، والفتره القادمه ربنا معاكم وتشتغلوا لصالح الكره المصريه، وبالتاكيد الكل هيكون في ظهركم عشان كلنا بيهمنا الصالح العام للكره المصريه. شكرا جزيلا دكتور جمال محمد علي نائب رئيس المجلس المؤقت لاتحاد الكره المصري. استاذ محمد مكالمه فيها تفاصيل شافيه وفيه واكدت على كل معلومات حضرتك كمان كنت ذكرتها في بدايه الحلقه. على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا يعني بحمد الله دارسين القصص وشايفين الوضع ازاي بالصح بدون نظره تفاؤل زاد على اللزوم او تشاؤم او كلام من ده. يعني كل الامور جت متطابقه مع وجهه نظر اللجنه، واعتقد انه المكالمه يعني اوضحت الكثير من الامور والمرحله اللي جايه هتبقى شكلها ايه. يعني والنهارده 22 اغسطس حطينا معايير واسس للفتره القادمه اتنفذت، هتبقى الامور ماشيه بشكل جيد بالظبط. حصل ميل لطرف على حساب طرف وتم كده وتم التامين عليها. ودكتور جمال محمد علي من الشخصيات النقيه بمعنى صح، يعني ما عندوش يعني في نوع من انواع يعني ما فيش الخبث ما فيش المصلحه الشخصيه. لا اتعاملنا معاه لما كان حتى مدير فني في منتخب الناشئين يعني والشباب يعني كله تاريخه كله ان هو انسان جاد، انسان جاد ما عندوش حسابات اخرى ما عندوش مصالح اخرى، بيتكلم على عايز يبقى فيه فعلا نوع من انواع التطوير، وان شاء الله يبقى فيه يعني نجاح لهذه اللجنه ان شاء طيب الله. ده ملف اتحاد الكوره يعني من اي تو زد زي ما حضرتك ذكرت في الكلام مع دكتور جمال اتكلمنا فيه في كل تفاصيله. طب ننتقل بقى لملف النادي الاهلي، وغدا باذن الله في مباراه في اياب دور ال 64 الدور التمهيدي امام بطل جنوب السودان ان شاء الله باذن الله. الظروف مواتيه للتاهل الدور ال 32 إن شاء الله. لكن كيف ترى مستقبل فريق الكره في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ومباراه الغد، وكيف يستعد على مدار شهر للموسم الجديد سواء بانطلاق مباراه السوبر او حتى بالمشوار الافريقي والمشوار المحلي؟ بالتاكيد الشغل الشاغل لجماهير الاهلي هو المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم الجاي. احنا مباراة بكرة دي مباراة زي ما اتفقنا الاهلي ضمن الى حد 99.9 من عشرة عشان كرة القدم ما فيهاش ضمان 100% التأهل لدور 32. المرحلة الشهر اللي جاي ده من اهم المراحل بالنسبة. خلينا في مباراة بكرة لابد انه ان احنا بقى ندي الفرصة للوجوه اللي ما خدتش فرصه في الفتره اللي فاتت، واللي كان بعض القرارات الغير موفقه للمارتي لاسارتي ان هو كان سبب ان هو ابعادهم عن الفورمه او عن المباريات او كلام من ده. طبعا انا شخصيا كنت اتمنى ان ماتش يطلع بره الاولاني مش الثاني مش ماتش بيراميدز، ماتش يطلع بره الاولاني كان من الضروري ان يدفع مارتن لاسارتي بتشكيل مغاير تماما للي هيعتمد عليه قدام بيراميدز عشان ما يبقاش مقري يعني مقروء بالنسبه للمنافس اللي هو دي صبر.
دي نمره واحد يعني، كان مفترض يعني كان يدفع بالاوراق دي بدري بدري. بس هي القلاص الكوره بقت كتاب مفتوح والكل بقى عارف. لا برضو انك انت تصر على تشكيل وماشي بيه، ومباراه زي دي مضمونه ما فيهاش اي مشكله، وبتلعب بتشكيلك المعتاد على مدار الموسم واللي هنيت به الدور والكلام من ده، ما كانش يجب ان هو يعمل كده. كان يجب ان هو يحط في حساباته ان في مباراه في كاس مصر وفي منافس محلي عينه عليه، فكان يحط له اوراق يلخبط افكاره. لكن هو ما كانش عنده حته الخداع دي. مسارتي كان راجل يعني كويس، ما فيش مشكله. طيب على كل حال على كل حال ان شاء الله مباراه بكره محسومه، ويجب ان يكون فيها العناصر اللي غابت في الفتره اللي فاتت تلعب فعلا. طيب عايزين نشوف محمود متولي، عايزين نشوف ديانج، عايزين نشوف اكتر مجدي قفشه، عايزين نشوف صلاح محسن، عايزين نشوف. لازم يبقى فيه الناس دي تاخد فرصه، لان دي مباراه وديه، تعتبر مباراه اقرب الى الوديه من ان هي مباراه رسميه بالتاكيد يعني. وهي فعلا القائمه اللي اعلنها كابتن محمد يوسف فيها كل الصفقات الجديده، اليو ديانج، محمود متولي، محمد عندك مجدي قفشه، هو على ال 21 لاعب. انا عايز ازارو، رمضان صبحي، وعلي معلول. طب ما هم كلهم دول انا عايزه لاعب الناس اللي ما لعبتش. اولا اديهم بعض الثقه والاطمئنان ان هم يبقوا من العناصر الاساسيه المرحله الجايه. ثانيا بمهد للمدير الفني الجديد اللي هيتعاقد مع الاهلي عشان خاطر يجي هيبص على شريطين مباراتين مختلفين بلاعيبه، كل اللعيبه شامله فيهم، هيشوف مباراتين دول وهيشوف برضو التدريبات والكلام من ده كله، عشان المرحله اللي جايه نبدا على نضيف معنى صح. يبقى قدامنا شهر اعداد، فتره اعداد اخرى، سواء لكاس السوبر او لانطلاق الموسم الجديد. ودور ال 32 ودور ال 32 هيبقى في منتصف سبتمبر، هتبقى قبل السوبر باربع خمس ايام بالظبط. شهر كافيه للاعداد والتجهيز لموسم جديد. ما تنساش ان الاهلي عمل فتره اعداد في اسبانيا هناك، فهو شهر كافي ونص كمان. انت جهزت ثلاث ارباع يعني برنامج الاعداد بتاعك عملته في اسبانيا، الناحيه البدنيه. طبعا الناحيه البدنيه والناحيه الحاجات دي كلها، انت المدرب الجديد هو اللي يحط الفكر الخططي والتكتيكي والفني والكلام من ده حاجته. وهو ممكن جدا مع خبرات لعيبه الاهلي اسبوعين يكفوا جدا ان هو انهم يقفوا على رجليهم ويفهموا الراجل المدير الفني اللي جاي وطرقه وخططه والحاجات دي كلها سهله. مع كم مباراه وديه الامور تبقى ان شاء الله باذن الله في المتناول والسهل ان شاء الله. طيب بخبرات حضرتك ومتابعتك للفترات الاخيره، هل الاهلي ان شاء الله يكون قادر على تخطي المرحله دي، بما انه سبق ليه قبل كده في مراحل معينه لما كان بيبني فرقه بيكسب بيها 7-8 سنين دوري او بطولات افريقيه، ولما بيحصل تعديل في التغيير في التشكيل او في الفريق واعتزال لعيبه، تصعيد ناشئين، ضم صفقات، بيقدر يلم بسرعه المشهد. فشايف الفتره الحاليه بالمقارنه بالفترات السابقه ان شاء الله يقدر يلم الدنيا الفتره الجايه بسرعه؟ الفتره الحاليه دي افضل من الفترات اللي صدفت الاهلي في فترات السنوات الماضيه، لانه كنا مع بدايه أفضل. كل افضل بكتير جدا بكتير جدا جدا. كان لاما بتبدا بمدرب قديم ويبدا الموسم الجديد ويحصل التعثر في اول الموسم فيمشي ويجي مدرب تاني زي ما حصل مع حسام بدري وكارترون، وبعدين يجي ما يختارش اللعيبه، ما يختارش، ما فيش عندك صفقات، لاما يبقى عندك مدرب وما فيش لعيبه، لاما عندك لعيبه وما فيش مدرب. النهارده انت عندك صفقاتك الجديده وعندك اللعيبه الجديده القدام التيم فرقه كامله، وتخلصت من عبء اللاعبين اللي هم زحمين الدكه، واستثمرت فيهم في شكل اعارات او شكل اي شكل اخر، فاستثمرتهم وخففت الدكه بتاعتك، فاصبحت عندك فرصه ان انت تتنفس كويس. دي نمره واحد. نمره اتنين، عندك مدير فني جديد جاي، مدير فني جديد بالتاكيد مجلس اداره الاهلي او لجنه التخطيط بتحط كل الحسابات عشان خاطر يبقى كده. يبقى انت النهارده انت مش جاي من تعثر، خلي بال حضرتك، انت متعثر، تعثرت، بس كان في الموسم الماضي، في نهايه الموسم الماضي انك خرجت من دوري ابطال افريقيا. كاس مصر دي تعتبر كبوه اي فرقه ممكن تقعها، لان ده كاس مصر مالوش كبير زي ما بيقولوا. فممكن اي فرقه تقعها، وسهل ان هو ينهض منها، خلاص خلصت المباراه وعدت، وهما بيقولوا بطوله باربع مباريات وخلصت، واخد بال حضرتك. لكن انت الكبوه بتاعتك الحقيقيه كانت في الخروج من دوري ابطال افريقيا، وانت تجاوزت هذه الكبوه عن طريق ان انت رفعت معنويات الفريق بدوري بلقب بطوله الدوري، وفاز بالدوري، جهزت صفقات كويسه، بتدور على مدرب ان شاء الله ان شاء الله يبقى مدرب كويس جدا. يبقى انت هتخش الموسم عندك كل العناصر مكتمله،
افضل من المواسم السابقه، فالاهلي قادر ان هو يقدم لنا موسم كويس والبدايه تبقى بدايه قويه جدا جدا. وبرضه لا نستهين بالامر لان في منافسين بيجهزوا انفسهم في الدوري المحلي على مستوى جيد جدا جدا جدا، ما لا نستهين بالامر وما نقولش ان احنا عندنا عملنا صفقات كويسه وخلاص، لا احنا نعمل ونتعب ولازم روح الفنان الاهلي ترجع للعيبه، لازم كل لاعب بقى يبقى ايه يتحمل مسؤولياته. وفي لعيبه كانت مش على قدر المسؤوليه في بعض المباريات، لابد ان الروح ترجع تاني للفرقه دي عشان خاطر تبدا المنافسات صح من البدايه من دور 32 دوري ابطال افريقيا كاس السوبر الدوري المحلي ان شاء الله. طيب الفتره اللي جايه شايف وجود النادي الاهلي مع بطوله الدوري العام اللي هتنطلق ان شاء الله بعد شهر او بعد السوبر، برضو السوبر لسه ما حدش عارف ميعاده، او لو السوبر عند حضرتك معلومه؟ لا السوبر ما هو يعني انت النهارده حسمت وعملت جدولك خلاص، انت قلت الدوري هينطلق يوم 19 والسوبر 18، ما تقدرش من اولها تتراجع وتغير ميعاد السوبر. يعني السوبر فعلا 18 السوبر 18 ده هو ده السوبر ده بتاع السنه اللي فاتت اصلا، ما هو ده سوبر الموسم الماضي. يعني مش هتقدر تاجله تاني بعد كده خلاص، مفيش اي نوع من انواع التاجيلات، والا هنبقى نقول اول قصيده كفر، ما ينفعش. حتى لو هيتلعب في مصر، حتى يتلعب في مصر، يتلعب في الامارات، يتلعب في اي مكان، لابد ان تقام مباراه السوبر. خلاص احنا النهارده بنقول ان احنا هنلزم اللجنه الخماسيه المؤقته بكل كلمه هتقولها، فمن ضمن الالزام ان انت لما تحط جدول وتعلنه ما يتغيرش لا 24 ساعة قدام ولا 24 ساعة لورا، ولا ده كان ده عنده مباراة في افريقيا فهنأجل السوبر يوم، ولا ده عنده مباراة بعد كده هنقدم له السوبر، لا مفيش الكلام ده، أنت حطيت يوم 18 يبقى يوم 18. طيب. الدوري يبدأ 19 يبدأ يوم 19، جدول الدوري هيتعمل قرعة مباشرة، اعمل القرعة بتاعتك المباشرة في الوقت اللي أنت عايزه، مفيش أي مشكلة خالص، بدون موازنات أو بدون إيه توجيهات للقرعة. ويخلي الامور تنطلق بشفافيه عشان خاطر نقدر نستمتع بكره قدم بعيدا عن التعصبات وبعيدا عن التدخلات وبعيدا عن المجاملات الفجه اللي كانت موجوده في المرحله اللي فاتت. طيب سؤالي بقى، لان انا بالصدفه انا بسالك عن الدوري والموسم الجديد افتكرت السوبر فقلت اسالك لو عندك تمام. معلومه عليه. طيب الدوري الموسم القادم هل تتوقع بمشاركه الاهلي طبعا وان هو فايز بالبطوله دي رقم يعني مره 41 مره 41 بالظبط، فالبطوله السنه الجايه شايف القوه والمنافسه هتبقى بنفس الشراسة اللي كانت موجودة في السنة الماضية، ولا البطولة بما انها هتبقى متزامنة مع بطولة افريقيا للأندية في نفس التوقيت انطلقت في 8/9 تنتهي في شهر 5/6 زي نظام الدوري بالظبط، فشايف المنافسة هتبقى عاملة ازاي وقوة البطولة مع تزامن مواعيد البطولتين في نفس التوقيت؟ شوف هو اولا تزامن البطولتين مع في نفس التوقيت والكلام ده كلام احنا مفترض ان احنا تعودنا عليه خلاص، ان كان بيتقام مباريات والحاجات دي كلها ومباريات بقى كده بقى افضل من تدريجية. النظام القديم النظام دلوقتي افضل ليه؟ لان كله بيمشي انت بتعد فريقك بيخش دور 32 دور سهل شويه، بيخش دور مجموعات دور سهل برضه، وبيتصاعد بتبقى انت القوه بتاعتك بتكتمل، اللياقه البدنيه بتاعت الفرقه بتكتمل، اهلي وزمالك الاثنين مع بعضهم في الهم سواء بمعنى اصح في دوري ابطال افريقيا، المقاصه وبيراميدز والمصري في كاس الاتحاد، فكل يوم بتزداد المنافسات في سواء في افريقيا وفي نفس الوقت في الدوري المحلي بيمشي خطوه بخطوه، فانا اعتقد انه الموسم ده هيبقى فيه نفس المثلث اللي كان بيتنافس الموسم اللي فات هو اللي هيكون السنه دي بيتنافس على المثلث الذهبي الاولاني الثلاث مراكز الاولاني. هتقول انا اقول لك لا انا بحترم الاسماعيلي بس ما قدرش يعمل الصفقات اللي هي تخليه قوي للاهلي والزمالك. تقولي المقاصه اقول لك المقاصه بيجتهد ان هو يعمل فرقه كويسه، واخد بال حضرتك؟ ممكن تبقى فرق تحدد نتائج المباريات او نتائج الاهلي والزمالك، ممكن تبقى عقبه في طريق لكن مش هتكون على قدر المنافسه ان هي تخش المربع الذهبي مبكر وتبدا تنافس الكلام من ده، في فرق كثيره دعمت لاعبين واجهزتهم مستقره. وهتبقى قويه في الدوري السنه دي ممكن يكون اشرس من السنه اللي فاتت. الدوري السنه اللي فاتت كان شرس وكان مهم جدا وكان قوي جدا بس توقفات طويله والتاجيلات هي اللي اضرت بالمسابقه وهي اللي افقدته الحلاوه بتاعه كره القدم المعتاده. تمام. فكره المدربين الاجانب الموجودين في الدوري المصري شايف وجودهم عياسر الدوري قوه ومنافسه؟ شفنا طبعا الزمالك كان مديره الفني كان سابق قبل كده تدريب منتخبات، مدرب بيراميدز نفس الفكره، الاهلي في التوقيت الحالي بيدور على مدرب بمواصفات معينه واكيد هيكون في اسم ان شاء الله جيد طبعاً. للنادي الاهلي خلال الساعات القادمه ان شاء الله. ده ياسر الدوري المصري ان في اسامي جيده موجوده.
مع بقى وجود كابتن عماد النحاس، مع كابتن ايهاب جلال، مع كابتن طلعت يوسف، مع احمد حسام ميدو في مصر المقصه، برضو لا شك ان الدوري ده هيبقى اقوى من الدوري من ناحيه الناحيه الفنيه للمدربين. انت بتتكلم النهارده عن دي صبر مدرب كويس جدا، داهيه في افريقيا وكويس جدا ومخه جاهز وحاضر واشتغل مع الاسماعيلي وشغال مع الاسماعيلي وعمل نتائج كويسه وصله لانه يتصدر الدوري في الدور الاول قبل ما يجي الاهلي وايه وياخد اللقب. دي نمره واحد. تمام. بالنسبه لميتشو مدرب يعني نقدر نقول يعني عاجل افريقيا رايح جاي وكده وعنده خبرات كبيره وهيبقى مع الزمالك مع التدعيمات الموجوده في الزمالك مع الصفقات الكبيره اللي جابها الزمالك هيقدر برضو ان هو يبقى منافس شرس وقوي جدا جدا. الاهلي طبعا غني عن القصه ان هو الاهلي بيلعب على بطوله دائما وابدا، والمدرب بتاعه ان شاء الله ربنا يوفقه ان هو يقدر يعمل من التوليفه اللي عنده من اللاعبين دي فريق قوي جدا جدا. ما ننساش انه سموحه بيجهز نفسه كويس، الاتحاد السكندري طلعت يوسف بيجهز نفسه كويس جدا، المدربين المحليين امام تحدي رهيب جدا جدا، احنا الاجانب متقلصين للغايه يعني تقدر تقول ثلاث مدربين اجانب. دجله او الجونه كمان، دجله والجونه. وادي دجله مستقر معاهم من السنه اللي فاتت، والجونه جهاز جديد. والجونه لسه راجل ما نقدرش نحكم عليه، لكن الباقيين دول اللي هو طلعت يوسف والاسماعيلي بيفكر على فكره ان هو يجيب مدرب اجنبي لغايه دلوقتي ما وصلش للقصه، مش قادر. بس حاليا موجود الكابتن صبري منياوي وكابتن محمود جابر. محمود جابر. لكن برضه الاسماعيلي محتاج مدرب اجنبي، محتاج مدرب اجنبي. ان اداره الاسماعيلي تاخرت كثيرا في هذا الملف ويجب ان تحسمه. لغايه النهارده محمود جابر ما يعرفش هو اللي هيقود الفريق في الدوري الممتاز ولا لا، وهل ممكن يجي مدرب ثاني في اول اسبوع من الدوري؟ لغايه دلوقتي الاسماعيلي ما حسمش، لكن طلعت يوسف كويس، حسام حسن كويس، ايهاب جلال في المصري كويس جدا، عماد النحاس كويس جدا، في فرق كتير جدا الفرق. طبعا ميدو في المقاصه، كل الفرق دي مش هتبقى لقمة سهلة. مختار في الانتاج الحربي، الناس ليها مكان عالي، ماهر في انبي، دول مدربين واضح ان دوري مدربين ضرب نار بمعنى اصح، ما فيهمش مدرب قليل. ده حتى يعني رغم الامكانيات الماديه الضعيفه جدا نقدر نقول ان اسوان لن يكون لقمه سهله، لانه برضو جاب لعيبه كويسه عندها خبرات، ومعاهم مجدي عبد العاطي بيتطلع ان هو يعمل حاجه، يبقى زي ما كانت بدايه عماد النحاس من اسوان ممكن تكون بدايه مجدي عبد العاطي من اسوان. احنا اتكلمنا في حوالي 10 انديه، يعني اكتر من نص الجدول. يعني لو حتى المنافسه بين ثلاثه بس، باقي الفرق هيكون لها دور في التأثير على المنافسة، دور في تحديد البطل. بالتأكيد. والبطل اللي هياخد لقب الدوري رقم 61 ده يعني هيبقى مش عايز اقول لك، يعني هيبقى خلاص عمل كل حاجة، يعني عمل بطولة استثنائية. طبعا عمل بطولة استثنائية، ورغم ان البطولة اللي فاتت استثنائية ما كانش حد يقدر يقول اي حاجة فيها استثنائية من اولها لاخرها. بالظبط. لغاية اخر 3 اسابيع كان انبي بيصارع على الهبوط، والاتحاد السكندري بيصارع على الهبوط على النجاح والحاجات دي كلها، وكان برضو دوري فوق بنقول في ايه يعني. احنا بطوله استثنائيه كبيره عملها الاهلي، والبطوله اللي جايه برضو هتحتاج نفس الروح اللي كانت موجوده عشان خاطر ان شاء الله توفيق لكل الانديه وكل الناس تأدي موسم طيب. بس ده ممكن جدا بدون معوقات من اتحاد كرة القدم او اللجنة المؤقتة، بقى يا رب يكون موفقين ويديروا الدستور خلاص ان شاء الله. النهارده هو احنا اتفقنا على دستور 22/8 حطينا دستور في المكالمة مع الدكتور جمال. يعني اتمنى ان الحلقات اللي جاية من الاهلي الليلة تبقى تكمل الدستور، تجيب رئيس اللجنة تسمع رأيه، تجيب بقية الاعضاء صحر عبد الحق الدكتورة صحر، وتجيب محمد فضله، كلهم يقولوا هم برنامجهم ايه وبنتعهد بايه. حتى لو مكالمه تليفونيه زي مع الدكتور جمال محمد علي، وان كنت اشك انه في حد فيهم هيطلع يتكلم كده، لانه تقريبا ملف برضه الحديث مع الاعلام هيبقى للدكتور جمال محمد علي. هنشوف بعد اول اجتماع كده الخطوات اللي جايه بالنسبه لهم. استاذ محمد صادق انا بشكرك شكرا جزيلا، ولو كلمه اخيره تحب تختم بيها حوارك. لا انا طبعا بتمنى ان شاء الله الاهلي ان هو يكمل يعني صالح جماهيره بكره، اولا بنتيجه عريضه بفوز محترم، فوز كبير يصالح الجماهير اولا، وبعدين بتمنى ايضا انه ان شاء الله زي ما انت قلت كده خلال ساعات يتم الاعلان عن المدرب الجديد، عشان حيره الجماهير خلاص والسوشيال ميديا تهدى بقى وتبدا الكل يدفع العجله لقدام ورا المدرب اللي ان شاء الله هيكون، اتمنى انه يكون مدرب كبير
كبير على قدر وعلى قيمة وعلى مكانة الأهلي إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ محمد والتوفيق لك يا رب خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا. بشكر كل مشاهدينا الكرام، كل متابعينا في كل مكان. حلقة كانت مهمة جدا من برنامج الأهلي الليلة في ختام هذا الأسبوع. فقرة الصحافة والميديا في ختام البرنامج كانت مهمة جدا للحديث عن الكواليس والأخبار المتعلقة سواء باتحاد الكرة أو حتى بالنادي الأهلي، لكن في النهاية جمهور النادي الأهلي دائما السند والعون للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. كل المساندة وكل الدعم لمنظومة النادي الأهلي بشكل عام. إحنا جزء من الجمهور قبل ما بنشتغل في الإعلام، فكلنا في ظهر النادي الأهلي. طول ما النادي الأهلي بخير إن شاء الله الفترة الجاية الجمهور هيكون مبسوط وسعيد، وإن شاء الله النادي الأهلي يقدر يستعيد توازنه في البطولة الإفريقية. واللي بيتحضر دلوقتي بيتحضر عشان الموسم الجديد، دوري وإفريقيا وكل البطولات، من أجل إسعاد الجماهير. اللي جاي إن شاء الله هيكون أفضل، اللي جاي بإذن الله هيكون حاجة مختلفة عن الفترات السابقة. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراة الغد. أداء قبل نتيجة ونشوف أداء جميل، اللعيبة تلعب كورة ممتازة، في نفس الوقت الجمهور ينبسط ويشوف كورة حلوة، وإن شاء الله بإذن الله تكون يعني دفعة قوية للمرحلة القادمة عشان نستعيد كده نشاطنا وحيويتنا قبل انطلاق البطولة بعد شهر بإذن الله. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.